أخشى أن أستيقظ يوماً في الأربعين لأجد أنني ضيعت حياتي بسبب خيار خاطئ اتخذته حين كنت في سن العشرين. وهذه مقولة للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، وهو إحساس يختبره جميع البشر بمختلف أعراقهم ولغاتهم ومواقعهم. نتحدث طبعاً عن الندم. مرحلة العشرينات هي الانطلاق والتعلم والتجربة، وهي أكثر فترة يندم الناس على عدم استثمارها بالشكل الأمثل. نندم على المخاطر ونندم لأننا لم نخاطر، نندم على الادخار ونندم لأننا استمرينا في علاقة سامة، والقائمة تطول يا نور. السؤال الذي نطرحه في فقرتنا اليوم، كيف يؤثر الندم علينا وكيف نتصالح معه؟ في هذا السياق دراسة جديدة تقول أن عادات خاطئة في العشرينيات تؤثر بقوة على حياتك في الأربعينيات. المزيد مع الزميلة الرائعة الريان. تفضلي الريان. شكرا يا ليث. الندم، لا أنا لسه ما وصلت العشرين بعد. بعدها صبية الريان. تفضلي. يلا انتبه، أخطاء في العشرين تلاحقك في سن الأربعين. هذه ليست نصائح الآباء ولكنها دراسة أمريكية. باحثون من جامعة كاليفورنيا توصلوا إلى أن الشباب البالغين الذين يدخنون ويعانون من الإجهاد ولا يمارسون الرياضة يعانون من الضعف الإدراكي في الأربعينيات، وهم الأكثر عرضة للإصابة بالخرف. حلل الباحثون بيانات أكثر من 2300 شخص تراوحت أعمارهم بين 18 و30 عاماً، بعد 18 عاماً أي كانوا في سن الأربعينيات والخمسينيات، خضعوا لاختبارات إدراكية وكذلك قياس بروتين سي التفاعل لفحص الالتهاب. واكتشف الباحثون أن 10% من الذين لديهم درجات منخفضة من الالتهاب في العشرينيات من العمر طبعا أدوا يعني بشكل سيء في اختبارات سرعة المعالجة والذاكرة. وطبعا الأمر أسوأ للذين عانوا من التهاب شديد، حيث بلغت نسبة هؤلاء 21%. الدراسة تؤكد أن العادات غير الصحية ونمط الحياة في مرحلة البلوغ يلعب دورا في المهارات الإدراكية في منتصف العمر، وربما يزيد من احتمالية الإصابة بالخرف في وقت لاحق من العمر. إليكما. شكراً ريان. شكراً لك. يعني ويليام روسي شاب أمريكي يبحث عن أفضل الطرق لعيش حياة هادئة وذات معنى. وفي هذه الرحلة يتجه معظم الوقت لكبار السن بهدف الاستفادة من خبراتهم وأخطائهم. في المقطع التالي يسأل: ما هو ندمك الأكبر؟ نتابع الإجابات. What is the biggest mistake that you've made that you regret? Let's get very personal. I married too young. I wasn't grown up yet. I was very early 20s. My first wife was 20, and we were still developing. I think mid to late 20s before one gets too permanent with anybody, because you're still changing. We both love to travel. I think we waited until we thought, oh, we can afford that. Now we can't afford that. We have to focus on our careers. It would have been much more fun to travel when we were younger at less nice places. We didn't start really traveling until we were about 50. So yes, we can afford nicer places to go, but it would have been much more fun to have done some backpack stuff, right. You know. Yeah. على كل حال موضوع شيق، واحنا بدنا نناقشه صحيا نفسيا وصحيا. وفي الاستوديو ينضم الينا كل من اخصائيه علم النفس نشوى طنطاوي والطبيب العام الدكتور محمد الايوبي. صباح الخير. صباح الخير ضيوفنا، اهلا وسهلا بصباح العام. يعني السؤال الاول الممكن اول ما بخطر ببالنا، هل هناك اساليب توعيه حديثه لتجنب هذا الأمر؟ بنحكي إنه الأشخاص اليوم الجيل الجديد لازم يكون واعي وينتبه شو بده يصير معهم لاحقاً بعد 20 سنة أو في السن الذهبي مثل ما بنقول. أكيد في حاجات كثيرة ممكن نركز عليها في العشرينات من العمر وفي السن الأصغر كمان علشان ما نندمش عليها في المستقبل. أنا في عيادة الطب النفسي بشوف أشخاص كتيرة جدا في منتصف العمر أو في سن الثلاثينات وما فوق بيتكلموا على إن هم ندمانين على أمور كثيرة كانوا بيعملوها في حياتهم في سن صغير. جزء منها من الناحية النفسية، بعض منهم كان عندهم بعض الإصابة ببعض الأمراض والمتاعب النفسية زي الأنكزايتي القلق والتوتر، حالات من
الاكتئاب اللي كانت بتصيبهم في سن صغير او بانيك اتاكس اللي هي نوبات الهلع، وما كانش عندهم الادراك الكامل ان الحاجات دي بتتراكم وبتزيد مع الوقت ومع الضغوط الحياتيه، فما كانش في تدخل في بداية الحياة، وبالذات كمان أو وعي يمكن أو وعي في المراحل دي بأن المتاعب دي بتتراكم وأن ليها علاج وليها علاج نفسي بشكل كبير. ففي كتير من الشكل ده من الأمراض الغير مشخصة أو اللي احنا ما تعاملناش معاها بشكل طبيعي وكنا ممكن نلحقها بدري جداً في مراحل أولية في الحياة، وما كناش محتاجين إن احنا نعاني منها مع زيادة ضغوط الحياة. صحيح. وحاجات تانية كتير ليها علاقة باللايف ستايل أو شكل الحياة اللي احنا بنعمله، أسلوب العيش وأسلوب العيش اللي احنا بنعمله. أنا بعتقد يمكن ما في إنسان بالحياة لم يندم على شيء قام به أو سابق لم يقوم به. نحن نقاشنا الطبي والنفسي لا موضوع الندم، بدنا بس نعطي شوية معلومات عن هذا الموضوع. هناك دراسة أمريكية تقول أنه 76% من الناس يندمون على الأشياء التي لم يفعلوها، إضافة إلى أن الدراسة نفسها تقول أن البشر يميلون إلى إطفاء المثالية على القرارات التي لم يتخذوها. يعني أنا لو أخذت يمكن هذا القرار في مرحلة معينة من حياتي كان يمكن حياتي تتغير للأفضل، ما منفكر أنه يمكن هالقرار جنبني مصاعب ومتاعب وكان يمكن أحسن أنه أنا لو لم أتخذ هذا القرار. دكتور، من ناحية طبية أكثر الأشياء اللي يندم عليها الناس ممارسة الرياضة والغذاء الصحي، تتفق معي؟ نعم 100%، رقم واحد. شوفي، احنا بنرجع لنفس الدائرة تاعت انه كل شيء قاعدين بيعملوا عليه ابحاث حاليا لمعرفة الآثار المتراكمة من عمر صغير، وهذا هدفه بالأساس زي ما حكينا لتنبيه الأجيال الجديدة ولتنبيه الناس الصغار في الأشياء اللي ممكن وقايتها للمستقبل طبعا. وأهمهم طبعا زي ما حكينا احنا موضوع الغذاء الصحي والأكتيفيتي أو فيزيكال أكتيفيتي، الرياضة. هلا معظمنا خلينا نحكي طبعا هي تعتمد أكثر على عادات مجتمعات يمكن أكثر ما إنها من ناحية صحية إحنا ننظر لها. في ناس تعودت إنه يكون عندها حياة صحية، نظام غذائي، نظام رياضي، في ناس مهمل هذا الجانب كلياً. طبعاً من ضمن هاي الدراسات الجديدة اللي إحنا شفناها طبعاً اللي هي الدراسة اللي حكينا عنها قبل شوية، إنه لقوا إنه فعلاً مرتبطة بالعامل يعني العامل التحصيل العلمي والعامل التفكيري والذاكرة، مرتبطة من ناحية طبية بأمراض جدا تتعلق بالقلب، تتعلق بالسكر، تتعلق بالضغط، اللي كلها منواجهها بعمر متأخر، لو إنه إلها علاقات مباشرة وغير مباشرة بموضوع الفيزيكال أكتيفيتي، الرياضة، موضوع الغذاء، جودة الحياة. أكل حال دكتور، يعني إحنا عملنا برضو دراستنا وسألنا الشارع في مصر، أي شيء تفعله في العشرين وتندم عليه في الأربعين؟ نشاهد. كل المتجوزين في سن العشرين والخمسة وعشرين والتلاتين متهالي بيندموا، مفيش حد ما بيندمش. اللي أنا ما كملتش تعليمي أو ما وصلتش للمرحلة اللي أنا عايزها بالتعليم. كنت أتمنى أن أنا أكون استثمرت أموال في مجال العقارات وشراء العملات النفيسة أو الذهب، لأن التضخم طبعاً أكل الأخضر واليابس. يعني تهدير الوقت، كان ممكن الواحد يستغل الوقت في حاجات زي كده أكتر من كده كتير، في العلم، في الاجتهاد، في الشغل، في العمل، إنه قدام شوية مستقبله هيتلاقي الحاجة دي بيندم عليها، إن العمر ده بيضيع منه وهو هيندم عليه قدام. محاولة إرضاء الجميع دي هي الحاجة اللي فعلا ندمت عليها. إن احنا مثلا المفروض لما بابا وماما مثلا يوجهونا لحاجة معينة أو هم بيبقى ليهم رؤية معينة، في ان احنا مثلا نسمع كلامهم، هم بيبقوا شايفين احسن مننا في الفترة دي. لازم الواحد برضو يسمع كلام الاب وكلام الام، وهو دي الحاجة الوحيدة اللي انا ندمت عليها. احنا الرجال يشعرون بندم اكبر بعد الانفصال العاطفي عن النساء. انا هاي المعلومة جديدة بالنسبة لي. وانا كمان. بس هايدي برضو هايدي يعني هلأ كيف الواحد أستاذة نشوى، كيف بيقدر الواحد يكون متصالح مع الندم نفسياً بحكي؟ أكيد المشكلة بتبقى في أننا لما بنتخذ القرارات في مراحل معينة من الحياة بنتخذها بمعطيات معينة، يعني بيبقى شكل الحياة بشكل معين، الظروف الحياتية بشكل معين، حتى قدرتنا والخبرات الحياتية اللي احنا بنبقى واخدينها بتبقى محدودة على حسب الفترة اللي احنا بناخد فيها القرار. المشكلة ان احنا لما بيجي المستقبل
وبنبدا نبص على القرارات السابقه، بنبص لها بنظره جديده خالص، بنبص لها بنظره ان احنا شفنا النتيجه وشفنا الخبرات الحياتيه الجديده والظروف الجديده. فلما بنيجي نحكم على قرارات سابقه حصلت في الماضي، دايما بيبقى عندنا فكره ان القرار ده كان غلط، كنت المفروض اعمله بشكل مختلف. ولو احنا اتكلمنا على الموضوع العاطفي، ناس كتير بتندم مثلا على علاقات عاطفيه دخلت فيها، زيجات دخلت فيها او علاقات عاطفيه انهتها. نعم، بس في شغله، 43% من البريطانيين نادمون على انفاق اموالهم في اشياء تافهه، هذا برضه جزء ثاني. و68% من الامريكيين يقولون ان الندم المالي في عام 2023 اصابهم باضطراب القلق. يعني اذا هناك ندم نفسي، ندم صحي وطبي، وايضا الندم المالي، هذا نوع جديد من الندم. شوف الندم المالي اتوقع انه بيرجع زي ما حكت الانس نشوى لموضوع الادراك. طبعا يعني ممكن اختلفت الظروف المعيشيه، اختلفت الظروف اللي هو فيها، ادراكه او نظرته للاشياء اختلفت، وبالتالي صار يراجع نفسه بشكل يعني للاشياء الماضيه والندم اللي بنحكي عنه قاعدين. طيب نحن حابين نعرف منكم، من تجاربكم، لو بتحبوا تشاركوا في اشياء انت ندمتي عليها نشوى، اشياء شخصيه ندمت عليها في حياتي، يعني شيء بتحبي تشاركينا فيه. ممكن تكون حاجة ليها علاقة مثلا بدراستي الأولية. أنا لما كانت دراستي الأولية ما كانتش في علم النفس، وخدت تجارب معينة في الحياة، بس في الآخر لما باجي أبص للماضي بنفس الطريقة اللي أنا كنت بتكلم فيها، في الوقت ده كان هو ده هدفي، كان هو ده الحاجة اللي أنا كنت عايزة أنفذها بهذيك المرحلة، وتعلمت منها تجارب حياتية. وده اللي أنا بقوله دايما للكلاينتس بتوعي، إن التجارب اللي أنت مريت بيها حتى لو مش التجربة المثالية، حتى لو هي لو كانت مشيت بشكل مختلف كانت الحياة دلوقتي ممكن تختلف، هي ما كانتش تجربة صفر، هي في النهاية ادتك حاجات وشكلت جزء من قدرتك على الإدراك والفهم واتخاذ القرار اللي خلاك ناضج بشكل كامل في مرحلة لإصلاح الأخطاء أو أن أنت تتجه في اتجاه مختلف. نعم. ودايما بنشجع الناس على كده. نعم دكتور، أنت ندمت على شيء؟ شوف احنا ما وصلناش الأربعين لسه يعني نعرف عواقب، ولكن يعني أكثر الأشياء اللي ممكن الواحد بندم عليها فعليا المبالغة بالقلق على أشياء لا تستحق. تمام. القلق بشكل عام هو يعني إشي مش كتير معطينه انتباه، ولكنه واحد من أكثر مسببات الأمراض، تأثيراته اللي منشوفها بعمر صغير وبعمر كبير صراحة قاعدين. وفي ناس ممكن بطبيعة أجسامها أو بطبيعة حياتها أو في عندها مبالغة بالقلق لأشياء لا تستحق لنا نحكي هذه الدرجة. وبالتالي ممكن الواحد لو رجع لمواقف معينة أو لأشياء معينة ما كانش أخذها بالجدية والقلق اللي مرقنا. أنت عشية بتصديره؟ ندمت على موضوع الرياضة، يا ريت بلشت مارست رياضة بكير. مارستها، أنا بديت فيها على كبر، فهذا الموضوع بندم عليه، وبحاول أنه شجع أولادي أنه هلأ يمارسوا رياضة من بكير. شكرا. صحيح. بس قبل ما نشكركم، أنا ندمت على شغلة، أني بديت السفر، حكينا بالعناوين قبل شوي، السفر والترحال على حساب حياتي المهنية، الاستقرار الحياة المهنية خصوصا، فضلت أنه أسافر وأكتشف أشياء بسن مبكر بدل ما أروح أشتغل أو أكون بوظيفة أو أكون على حرفي بأي مهنة. لن نقابل إنسان لم يندم، أكيد. صح. يعني أنا برضه استفدنا من السفر، والحديث يطول والنقاش. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. ضيوفنا الطبيب العام محمد الأيوبي والاستشارية النفسية نشوى طنطاوي، شكرا لوجودكم معنا. شكرا لكم.